في هذا الأسبوع المبارك أرى مورود برج الأسد عم بلطف الأجواء، أرى مورود الأسد عم يحصل على تفاصيل وعلى أجوبة كان منتظرها من فترة طويلة. نعم أول 3 أيام من هذا الأسبوع رح تنشغل بأمور مالية وأمور مصرفية وأمور قضائية وقانونية جدا مهمة. اوعى تقبل بالقليل يا أيها الأسد، لأنه أنت منك قليل. اوعى لا تهمل ملف، لا تهمل أوراقك الثبوتية، وما تهمل ولا أي شيء بيتطلب موافقة. أول 3 أيام ولا أجمل، تاني 3 أيام ولا أروع. شو هالأسبوع هيدا؟ بسم الله ما شاء الله، شو هالأسبوع يا أيها الأسد؟ ما هذا الأسبوع؟ عندكم سفر؟ في سفر؟ في سفر؟ أجواء هذا الأسبوع يا أيها الأسد هي أجواء سفر، طاقة حركة، طاقة نشاط، أخبار حلوة، مصاري، بتزور مصرف، بتاخد ورقة، بتحصل على أمضاء. اوعى تهمل ملفاتك يا أيها الأسد، وحاذر من مخالفة القوانين. حاول قدر الإمكان يا أيها الأسد بنهاية هذا الأسبوع يوم السبت والأحد تحديدا. طبعا عندكم ملف مهم، عندكم محكمة مهمة، عندكم لقاء، عندكم اجتماع مهم، 3 كواكب بالطور جمعة سبت أحد. في أمور مهمة عند الأسد، لكن يا أيها الأسد عندك أمر مهم عم تركض له، تدريب، امتحان، لقاء، فحوصات، أمر صحي طارئ، أمر عاطفي طارئ، قصة سحر بتكون تعالجوها، أسبوع جدا مهم.